الخبز او الاسعار اللي حددتها وزاره التموين، ايه اللي يتم في هذا الملف تحديدا؟ وبنتكلم على ايه اسعار حددتها وزاره التموين؟ اولا مساء الخير يا احمد اهلا بيه، ازي بيك. حضرتك؟ اهلا بحضرتك. سامعني يا احمد بيه؟ ايوه سامع حضرتك، اتفضل. هو طبعا كان في قرارات تحددها معالي الدكتور الوزير علي المصلحي، ايوه وعمل اتاحه ووفر القمح الحر للقطاع الخاص ده لمده شهر، على اساس ان هو يبقى فيه ما يديش فرصه ويقطع الطريق على المنتفعين وعلى المستثمرين اللي هم عايزين يقوموا بحجب القمح والدقيق عشان يعملوا فروق اسعار في هذا التوقيت بالذات اللي نعم هو دخول المدارس. نعم فالنهارده طن الدقيق، احنا لا يخفى على احد ان طن الدقيق النهارده وصل في السوق من 12,000 ل 16,000 جنيه. لما الوزاره النهارده لا تتدخل، معلش معطي ثانية واحدة يا فندم، كان 12 بقى 16. ما هو في كذا نوع من الدقيق، الاسعار بتتفاوت من الخامات اللي موجودة، لكن هو دي الحقيقة ان هو سعر الدقيق النهاردة بقى بدأ يعلى علو كده، ما نعرفش سببه ايه، لكن تدخل الدولة في هذا التوقيت ايوه بيقطع خط الرجعة، ودي كويس. رسالة تحذير، رسالة تحذير للي هم منتفعين ان هم عايزين يعملوا فرق سعر في اي شيء. لكن النهاردة في نفس الوقت هي رسالة تحذير ورسالة طمأنينة للمواطن المصري اللي هو عايز العيش بسعر مناسب بوزن مناسب عشان خاطر دخول المدارس، وخصوصا المخابز الافرنجيه والسياحيه. ايه هو بقى السعر المناسب والوزن المناسب؟ اتفضل يا فندم. يعني النهارده الدكتور علي حطه بالنسبه للرغيف الافرنجي الفينو ال 40 جرام بيتباع ب 75 قرش وال 60 جرام بجنيه. وبالنسبة للخبز السياحي البلدي ال 75 جرام بجنيه. ايوه فطبعا النهارده دي حاجات، يعني انا النهارده وفرت لك الدقيق اللي هو 18 و14 و15 الف جنيه، وفرته لك ب 10,000 جنيه، وخصوصا كمان لمصانع المكرونه كمان، فانا وفرت لك طن الدقيق ب 10,000 جنيه. نعم. عايز تشتغل وتنتج، اتفضل خد، اتفضل خد وانتج بنفس المواصفات اللي انا بقول عليها وبنفس الاوزان وبنفس الاسعار. كويس. اللي يخالف يتعاقد، لان انت واخد النهارده دي في ظل الظروف الراهنه بسعر بالاقتصاد العالمي مناسب، بسعر كويس، بسعر كويس جدا كمان. كويس. فطبعا انت النهارده عايز تلتزم، خد الدي ده، فانت ما فيش ما عايز يدعوك ان انت تمشي مع تغلي نفسك تغلي على الناس بالظبط كده، عايز تمشي مع نفسك وتمشي في العالي، اعمل اللي انت عايز تعمله. ما انت لما انا هلاقي ان الرغيف اللي هنا افضل من اللي عندك انت اللي انت مغليه، مش هاخد من عندك، هاخد من عند غيرك. نعم بالظبط كده. نعم. طيب فاحنا النهارده بنتكلم على تحديد اوزان وتحديد اسعار. طيب النهارده هل كل المخابز ملتزمه باعلان هذه الاسعار؟ ولو في حاله ما التزموش ايه اللي ممكن يتم، وايه اللي حضرتك بتقوله بالنسبه للمخابز؟ بص حضرتك يا احمد بيه، هو النهارده الموضوع ده اتعمل يعني للمخابز المرخصه فقط لا غير. المخابز المرخصه عددها قليل، مش عددها كبير، لكن في نفس الوقت النهارده يعني انا يعني ان شاء الله هيبقى في لقاء بيني وبين معالي الوزير في جزئيه المخابز اللي هي مرخصه واللي غير مرخصه. هو طبعا الغرامات اللي مفروضه والوزن اللي اتعمل والسعر اللي اتحدد ده محطوط عشان خاطر الدولة بتساهم بالقمح بتاعها عشان خاطر تمنع أزمة تحصل في دخول المدارس. فالنهارده المفروض إن احنا كلنا بنتكاتف مع بعض عشان خاطر نحل جزء من المشاكل. لا، والدولة بتعمل كل ده عشان توفر رغيف العيش وبتدعم العيش وبتدعم كل حاجة كده. مش كده؟ فاحنا المفروض النهارده يعني على قدر المستطاع اللي داخل في المنظومة دي يلتزم عشان خاطر ما يتعرضش للمخالفة، واللي مش عايز يخش هو حر، هو حر. هو حر بس حاجة. مش هياخد دي رخيص يعني، او رخيص مش يعني غير السوق السوداء، مش هيلاقي يشتري. ان الموضوع ده اتعمل على خمس محافظات، القاهرة الكبرى مع الاسكندرية مع المنوفية، فبعد كده هتتعمم على بقية محافظات مصر. لا، القرار ده بس الخمس محافظات دلوقتي بشكل مبدئي، لمدة الشهر الاول. خمس محافظات، القاهرة الكبرى اللي هي القاهرة، اليوبية، الجيزة، ايوه اسكندرية، المنوفية.
وطبعا ده حاجه ممتازه جدا ان الدوله تتدخل في هذا التوقيت بالذات عشان توفر الرغيف الفينو للطلبه وللتلاميذ، وتوفر العيش السياحي للناس اللي معهمش بطايق.